تعد كأس أمم إفريقيا البطولة الأقوى والأشرس على مستوى القارة السمراء، لما لا وهي تضم الصفوة ونجوم المنتخبات لمدة شهر كامل يستمتع خلالها جمهور القارة السمراء بمهارات من اللاعبين المحليين أو المحترفين في ملاعب العالم. كأس أمم إفريقيا شهدت العديد من التغييرات منذ بدء ظهورها للنور عام 1957. في عام 1956 وتحديدا في يوم 8 يونيو، اجتمع الثلاثي المصري عبد العزيز سالم أول رئيس للاتحاد الإفريقي، محمد لطيف ويوسف محمد، اجتمعوا مع السودانيين عبد الرحيم شداد وبدوي محمد وعبد الحليم محمد والجنوب إفريقي ويليام فيل في فندق إفينيدا بلشبونة عاصمة البرتغال على هامش اجتماع الكونغرس الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. بدأوا يفكرون في تأسيس اتحاد قاري لخدمة شؤون القارة الإفريقية، وكذلك لتدشين بطولة تقوم على فكرة المنافسة بين كل دول القارة لتحديد البطل الذي يجلس على عرش القارة السمراء. بالفعل تكلل جهد الرواد بالنجاح، وبعد مرور 8 أشهر عقد الاجتماع التأسيسي للاتحاد. من بعدها بيومين تم الإعلان عن بداية أول مسابقة لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت يوم 10 فبراير لعام 1957 باستاد الخرطوم. فاز منتخب مصر بكأس أول بطولة بعد الفوز على نظيره السوداني بهدفين لهدف. كان الدكتور السوداني عبد الحليم محمد هو صاحب فكرة إقامة أول بطولة في السودان. شهدت البطولة في فترة الستينيات نظاما عشوائيا في إقامتها، فتارة تجدها تقام في السنة التالية لآخر نسخة، وتارة أخرى تقام بعد سنتين، وتارة أخرى تقام بعد 3 سنوات، حتى أقيمت البطولة 6 بإثيوبيا عام 1968. ومنذ ذلك التاريخ أصبح للبطولة نظام متعارف عليه، وهو إقامتها كل 2 في دولة إفريقية. في عام 1965 أقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قاعدة تسمح للاعبين 2 فقط من اللاعبين المحترفين خارج بلدانهم باللعب ضمن منتخباتهم الوطنية أثناء بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك رغبة منه في تطوير الكرة الإفريقية. لكن قام الاتحاد بإلغاء تلك القاعدة عام 1982 عندما لاحظ أن اللاعبين الأفارقة يفضلون اللعب لنواد أوروبية لتحقيق دخل عال بدلا من اللعب للمنتخبات الوطنية. أدى تغيير نظام كأس القارات لكرة القدم من بطولة كل 2 إلى بطولة كل 4 أعوام، إضافة إلى التغيير الاستثنائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم من سنوات زوجية إلى سنوات فردية، وذلك منذ دورة عام 2013 إلى حرمان عدد من المنتخبات الفائزة ببطولة كأس إفريقيا من المشاركة في كأس القارات. كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة عدد الفرق المشاركة من 16 فريقا إلى 24 منتخبا، وذلك بعد اجتماع يوم الخميس الموافق 20 يوليو لعام 2017 بمدينة الرباط المغربية لمناقشة المنافسات الإفريقية. كما قرر في نفس الاجتماع إقامة البطولة في شهري يونيو ويوليو بدلا من شهري يناير وفبراير. التطوير لم يقف عند المواعيد أو اللوائح، وإنما طال أيضا الجوائز المالية للبطولة بسبب كثرة الرعاة لأكبر وأهم معترك رياضي في القارة السمراء.